صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأصدر القانون رقم 7 لسنة 2023 بإلغاء المادة 353 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب جاء فيه تلغى المادة 353 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976